احنا كجامعه اسلاس كجزء اساسي من الاستراتيجيه اللي موجوده دي، ودورنا هو ان احنا مقدمين منحه ل 1500 موظف من الجهاز الاداري المصري ان هم يطوروا من مهاراتهم ويقدروا يترقوا في شغلهم. والماجستير وماجستير اداره اعمال حكوميه، احنا بنحاول نغير فكر الموظف الحكومي والامبريشن اللي متاخد او التوجه اللي متاخد عن الموظف الحكومي ان هو كل موظفين الحكومه عندهم مشاكل في ان هم يقدروا يشتغلوا على نفس ليفل التميز والكلام ده، بس لا، احنا اثبتنا لحد دلوقتي بدفعتين لحد دلوقتي اتخرجوا وبنكمل فيهم ان احنا نقدر نغير، والتغيير بيكون هايل. وان المشكله دايما في الجهاز الاداري عندنا كان مفيش فرص بتوفر للعاملين في الجهاز الاداري ان هم يثبتوا ان هم يقدروا يتحسنوا ويتحولوا. وطبعا ده مربوط جامد بالتجربه الاماراتيه، ان هي اهم حاجه في التجربه الاماراتيه كانت اعداد الكوادر البشريه وبعدين يتحط السيستمز، لان حط ان حد يحط سيستم ده موضوع سهل ونجيب كونسلتنتس ونعمل الكلام ده، انما ان احنا ندرب كوادر انها تقدر تشتغل على نظام التميز وتبقى عندها حس بالجوده، هو ده الجديد اللي احنا ما كانش موجود عندنا وابتدى يبقى موجود. وان شاء الله من هنا ل 2030 احنا جزء صغير، وطبعا وزاره التخطيط والحكومه عليهم جزء كبير، وبنستفيد كلنا من التجربه النهارده بتاعت الجامعات الاماراتيه في الموضوع ده وكليات الاداره الحكوميه، وبنستفيد من تجربه الامارات عموما كدوله رائده طبعا، يمكن دلوقتي رقم واحد في العالم في تحسين خدمه المواطن. عينك على العالم.